نحن الآن نتواجد في منطقة كما قلنا لكم، نتواجد في منطقة الثغرة، متابعين عبر شبكة القدس الإخبارية. الله أكبر. كما تشاهدون الآن الشبان أشعلوا النيران في كل مكان. فعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس. بالمناسبة المسيرة في بلدة بيت دجن والمواجهات مستمرة منذ أكثر من 9 شهور، ولكن خطوة الإرباك الليلي هي الخطوة الأولى التي يقوم بها شبان بلدة بيت دجن، بعدما كانت الخطوة قد بدأت في بلدة بيت شرق مدينة نابلس. إذن كما يقولون الآن، على ما يبدو أن قوات الاحتلال قد بدأت بالتوافد إلى المنطقة في محاولة لقمع الشبان. يعني فعاليات الإرباك الليلي كما قلنا لكم هذه الأولى من نوعها في بلدة بيت دجن.